ليه دخلت إدارة أعمال؟ أنا تخيلت إنك مثلا ممكن تدخل حاجة لها علاقة بالتمثيل، لها علاقة بالفنون. لا هو كان يعني كان نصيب يعني في موضوع الدراسة ده. نصيب ولا مجموع؟ لا مجموع برضه. مجموع. قول لي أنت عامل إيه في الدراسة يا يعني ماشيين على الحركرك. أيوه ليه بس أنت شكلك ذكي جدا ولماح جدا، يعني أكيد هي مش مشكلة ذكاوة. لا لا هو زمان بقى حاجة ودلوقتي حاجة تانية بقى. طيب انت عايز تشتغل بقى في اداره الاعمال ولا البرنامج اللي انت روحته من 13 سنه برضو زغلي العينيك يعني؟ لا بقى كيف بقى يعني كل شيء اسمه نصيب يعني. يعني انت مش عايز تدخل في التمثيل ولا اي حاجه؟ لا عادي يعني لو جات لنا حاجه اكيد مش هرفضها يعني، بس مفيش نصيب يعني. انت ممكن تمثل؟ ممكن تمثل؟ ما تمثلش ليه؟ ده جاهز. يا عادي.